السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. رجعت لكم بجليتش جديد. صراحة الجليتش هذا مرة خطير، حيعطيك 2 ليفل و3 ليفل ومضمون 100%. في البداية نضغط مربع ونروح إلى رمز الجزيرة. هذا رمز الجزيرة الظاهر أمامكم. طيب أول ما حيبدأ الجيم حيجيبنا هنا. اليوم معنا الإصدار ال 18 اللي هو أحدث إصدار، حاولوا تلحقوا عليه قبل الحد. فإذا أنت جيت تسوي الجليتش هذا وما ظبط معك، تعرف إن اللعبة حذفته، فانتظر الإصدار الجديد. دايما في قناتي بنزل الإصدارات الجديدة أول بأول، وزي ما علمتكم ما تيجي تدخل الطور أول ماب أدخل عن طريق رمز الجزيرة نفس ما وضحت لكم في بداية المقطع، لا تدخل على الطور أول ماب عن طريق جزيرة الكريتيف أبدا. تمام؟ طيب الجليتش هذا اليوم حركاته كثيرة، فركزوا معايا. تمام، تيجي عند هذه شايفينها، تسيب أول واحدة وثاني واحدة، تيجي عند ثالث واحدة هنا، تبني هنا 1 2 3 وتحط أرضية، بعد كده ترقص، بعد كده تنزل تبني هنا وهنا، وتجمع من هذا الذهب 150. تمام، بعد كده تيجي هنا هتلاقي هذه السمكة قدامكم، خدها وتيجي هنا تبني هنا أرضية أرضية أرضية، تيجي لين ورا، تيجي تضغط على هذه، بعد كده تيجي هنا تدخل هنا وتضغط على هذه ضغطة أو ضغطتين مو مشكلة. تمام، بعد كده تروح هنا، هاي لاحظوا معايا عندكم هنا تبني أرضية لين ما توصل لهنا. تمام، طيب هتيجي هنا في الأزارير هذه 1 2 3 4. تمام، هاي لاحظوا الإكس بي اللي حيجي، هذه أول واحدة، بعدين هنا هاي 18000، الثانية 17، هذه الثالثة شوف كم حتعطينا 17، وهذه الرابعة والأخيرة 17. تمام، وضغط الأزارير ورا بعض ورا بعض لين ما يوقف معك الإكس بي، يعني تيجي تضغط الأزارير كلها ما أعطتك إكس بي أطلع من الجيم وارجع تاني حترجع تعطيك إكس بي. إن شاء الله يكون الجليتش عجبكم وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر.